الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من عجنها عجام. ضيفنا اليوم السيد عدنان السيد حسين، مقدم مايك بشراكم، واليوم بناخذ ثارات ناس واجد اللي سووا فيها مدقه. سيد عدنان السيد حسين مواليد 1990، رجال متزوج عنده بنت وولد فطوم وسيد حسين. طبعا رحب بالسيد عدنان سيدنا، مساك الله بالخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك. انزين سيدنا، تعرف البرنامج وش هو؟ عجنها عجان. عجنها عجان لازم شفته. طبعا تعرف قاعده ال 30 ثانيه قانون اسمع ها المفروض تعطوني امتيازات انا. ليش؟ المشاهدين لا 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 المشاهدين تبع بشراكم لازم يبون. اهلا وسهلا بمايك بشراكم. لا لا والله ما انا بمايك. انت تصيد النار. انا مريض. مريض كذاب. اليوم المعرس من الصوم. افتح عني تعال روح. شوف المشاهدين ما تبع بشراكم، المشاهدين تبع بشراكم يبوننا ما نعطيك ال 30 ثانيه، اصلا يبوننا نعطيك اصعب طبخه لان انت عجان. يلا بننتظر. زين وش تتوقع الطبخه؟ والله شوف الشباب جوعانين، شكله مكبوس. لا عاد انت كفو مكبوس غيره. عفا عليك. متاكد؟ تعال صدق انت طباخ؟ طبخت من قبل واجد لو كذي. تبوش سوي قول. ها شكله مرتك ما تطبخ في البيت. اسوي لك بيض. الله الله غيره نبى طباخ صح. مالي بالطبخ. متاكد مالك بالطبخ؟ مالي كله. بس سيد حسين انا معروف عنه الطبخ. حتى بيض وحرقه بعد. متاكد؟ يلا الحين بنشوف. انزين وش تتوقع؟ يلا. والله ما ادري. غير المكبوس على قولك. وش اسمها هذه؟ خنفروش. خنفروش سمعت سيد امين في الفيديو اللي طاف. انا البارحه طالع. انت مو خنفروش الطبخه هي بلالي. بل هاي بلاها شكر. انا ادري اعرف الشكر بس. انزين الشكر غير الشكر. بس الشكر زعفران. لازم زعفران؟ لازم زعفران. انزين غيره؟ ما ادري. وبلاليت. وبلاليت بس؟ طبعا شوف هالمطبخ اكو هني القدور، هني القفشات، كل شيء موجود. انت وش ناقصنا؟ انت بس قوم. جاهز؟ يلا. بيت. تعال اعطونا سمبوسه على الاقل خلنا لا سمبوسه بلالي. انزين سيدنا وش تبغى؟ بلالي. هذا البلالي. غيره؟ هاي شركه مو اوكي يا اخو. هذه شركه مو اوكي، اقوى بلاليط هذا. هذا اي شركه؟ الوزه يسمونها الوزه. شاي الوزه احنا قاعدين؟ انزين. زعفران. يلا هذا الزعفران. عطني ماي وورد. هذا ماي وورد. وش بتسوي الحين؟ نستشير. اول شيء تستشير؟ اي. يلا 30 ثانيه عندك. تلفوني ما في شاش عادي تعطوني ثانيتين زياده؟ لا لا ولا لحظه. لا بالله ما يردون. الو؟ هلا والله. هوني زوجتي انا دام انتين طلعتين بعد زين، كيف نسوي البلالي؟ يلا ها بدل. ايه. 20 ثانيه. ايه. 10 ثواني. بدون بيض. نبغى البلاليط العادي ما نبغى السبيشل. اقطع 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 يلا با اقطع با. هيل في هيلك وانا هون خلاص. عطني صاخط لنا صفرية مصاخطة. حط فيها ماي. حط فيها ماي. اي قد؟ النص. النص؟ انا مسؤوليتك. انا قلت لك بعجنها لك عجان. الى اي شخص من خارج الحدود البحرانية المصاخطة معناتها و ترش الماء على الصفرية قليل من الماء. الارشادات اللي جتك وش تحط فيه بعد؟ نحط هذا البلاليط خليه يستوي نشخله. وبعدين؟ بعدين نحط عليه زعفران ونحط دهن وندهن. دهن وين تحطه؟ ما ادري انا اسالك. داخل على البلاليط. يلا زين بنشوف. ماي ورد. اي ورد عاد الكمية ما قالوا لي. عندي 7 ثواني. لا 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 خلصت. يلا زين عندك الموضوع. شو خلنا نشوف هذا من هون. واحد يبغى ينقل سيارة. هلو تمارا قاري كدري. انا نسيت وش قالوا لي. صيد
أثبت أنه ما له بطل. نخليه في حدود الساعتين لثلاث ساعات. ما في كرسي شيء، جيب الكرسي لو سمحت. لا تعطيش، لا تعطيش. خليش هذا يطنزوا علينا. لا مو يطنزون عليك، لأن العدمت أبدعت سيدنا. أنا هذا قالوا لي حط هذا وحط عليه ماي. حط البلاط حط عليه ماي؟ يعني سخن الماي حط البلاليت، عرفت شلون؟ تسخنت الماي؟ إي له، بس أنت حاطينك فيه. ولا لي شغل أنا وش سويت؟ جبت لك قدر فيه ما. هذا أنا أسوي بقى في شولة، جايب لي هذا، هذه مو شولة. شولة دي، شولة، إيه شولة. بغاز. إلا قبلك وش حلاوة، ماكو عندنا شولة غاز، تبغى نسوي له. كيف؟ يسوي لهم قبل الفلتر الخطي. من بارة السبكة أنا أصبر لي، صدقني تقييمي إلك. شديد شهديد شهديد شهديد. ما ردك بتحتاج لي ها؟ أردك تحتاج لي أحتاج لك بوي صيل قلت أحتاج لك بوي سؤال أنا بس بيحتاج وما يحتاج أحتاج لك بوي أردك بتتصل إيه ما سطحات عادل مشهوبة سيل عادل من السيارة توقف ولا بتراو إيه واش ما سوى لا الحين ما هذا أنت ما قلت لأن حارس خليه يغلى شوي بده 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 صار ما يا أخو بعد لا بعد يتصاق ولا انا وش حال ليش يا غيب ليش يا غيب وش بتسوي كلها تتصاق بعدين نشخله من نشخله عادي ترى اوكي اوكي ليش تشخله ايه هذا عجن عجان وش بتسوي الحين؟ حط الماي لا الدهن ما الدهن بسرعة الشولة شغالة الدهن انا ما ادري وش صاير يلا هي لا يحترق حزتك تسوي وي 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 شكلك هذا امك تعلمك وجاي لا والله اعرف انا زين بعد لا صور بعد لو بس هاي يبني شخال من جديد اوه شخال من جديد بعد قول هي هلو هلو الحين ما فيها تقييم فيها غالي الزعفرة تدرون أنا مشكلتنا احنا حطه بس لا يعني شوف هذه غرشة الهيل عادي تسوي كذي بس تبغى تسوي طباخ له تسوي كذي عن مقدار انت ولا تدري كم حاطه لا ادري هني ها نسوي كذي نفس الحركة اللي قلت لي عنها لان هني وين خايف انت هني بالحبة اوه ما حطينا الشكار وين الشكار اكو ورا حق اسممك زيادة في واجد هني خلي الحين بس امين بس طالع واضح اكيد القدر حار وانت خالي لنا كذي تحت لا صب لا حاطين دهن له ايش فيك غرب الكاد مو بتسمم مني با موت في جلطه من هالدهن يعني مقدار الحين الشكل هو انا ما ادري هي قد حطه بس عرفته حق يصير حالي عشان يجيك سكري يا اخوك حق يجيك تسمم هو ما بيجي تسمم على الطعم انت ما عليك من الشكل الله. عليك من الطعم ريحة خنينة ما عليك من هذا عليك من البلالة وش يسوون اخير مرحلة في البلالة اوه وش يسوون لحظة قالت لي امي خلى على راحته لو على راحته حتى ما على راحته لو على راحته ما ادري انا رجع عجن تعجن ها انا عجن تعجن من ريحة حريقة تعرفون هالضحكة واو هلا صدق حطيتها مع الله صدق ما تعمل الضحكة ها هو ما له بالشغلة ما له بالشغلة والله
ما عليك انت مو تاخذ واحده واحده تعب روحه هاي كاونت خلف البوزك هو شكله يحترق يعني ما ادري انا انزين عاد تقول بس خلاص كفايه هذا النتيجه ده هو راضي يستوي لا يسوونه في البيت غير ولا هني غير يعني طبيعي انت لا تصدق ان انت بتسوون في سمك جيب لي صحن جيب لي صحن خلاص برز لا ما برز يجهن واجد لا تصور حق المشاهدين وش طلع طنزوا على انه والله هذا جاب لي قفجه وما شغل هذا ما يحترم ما بيحترم عمران ما يحترق تعرف اسم محمد جعفر؟ ما يدري ما يدري ما لحق عليه لحقت انا محمد جعفر على لبنان اللي تحته اللي مال معجنات من التعليقات اللي جت على فيديو سيد امين السيد امين واو واو السالفة بس يعني اذا كان في طعم عدمته بالعكس طبعا انا في فيديوهات سيد امين السمبوسه في هني واحد يقول اقيم ابو حوراء 10 ليش 10 حق ما يضربني احلى حلقه هني تعليق يقول احلى حلقه كان اعطيتونا شيء اصعب ان شاء الله الجايات بنجي هلكتنا سيد ناصر بس تطنز على الشباب دش الساحه ورانا مهاراتك نبي طبخه المدلل اللي كل حلقه يطريها يا جماعه قلت انا بس المصور والمنتج ما خلوها ما تسمعوني يوم اقول طبخه المدلل هي حقوة لأن ما يبون تتعلمون نبي سمبوسة واسطتنا حوار نطالب منكم استضافة سيد محمد عقيل للبرنامج نبغي يطبخ لأنه بلاليط طول بلاليط ريحتها خميس سيد محمد تعال تعلم حق البرنامج هذا الحلقة مالت ريحتها مرنة أنا ما أدري متى بيخلص بلاليط هو حرام عليك اللي قاعد تسوي حرام عليك بلاليط هذا الريحة الصح يحط صح وجهك هذا الريحه صح صدقني هذا الريحه انت قاعد تظلم ريحه البلاليط الى هذا الريحه الصح مشكله انت جبت لي طبخه ما احب اكلها ما تحب البلاليط احب البلاط بس ما احب اكله واجد اول مره اشوف واحد يحب البلاط بس ما ياكل يعني ما يعني جبت لي على السفره بلاليط وما ادري ما اروح للبلاليط قال ما تحبه يقولوا بس اذا جبت لي البلاليط بروحها ما اكل لانك آفة تاكل الاخضر واليابس مو نفسك سيدنا المشكله لدي ما راضي يروح ما بروح مو لغز ولدهم ما يتنشى الماي اللي يتنشى ما عليه بس واجد حطينا دهن كلام منه قال لي حط نص الغرشه انا مالي شغل ها باقيمك انا ما قلت لك ولا كلمه قلت لي وش قلت له؟ باكل فيديو يشهد اي وش قلت؟ يلا هي لا يحترق حزتك وي 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 الفيديو واضح لانه ما كنت حاط نص الغرشه متابعين ايه شفتونه هو يقول لي بس لا بس لا لا عاد تشوفني انا يقول انت كل هذه انا بقعد بلعب في هذه وما عليك اقيم على دي؟ قيم على دي تاكده؟ ايه وقف وقف بشوف لك واحده فيها زعفران حق يطلع الطعم لا انا ما ابغى انا بقيم اذا بنلت الجوله ليش انه ايش قاعد يسوي؟ همبرقاية اقطع له هني همبرقاية يقلبها بس هذا بلاليط انا ترى خلنا المشاهد يحكم طالع شكله انت ما عليك من هذا الشكل ما يطيح هذا ما يطيح يلا نتباعده تعال وقا طلع غسل ايدي بنخليك تتضوق ما بتضوق شفتوا له وش قال قبل؟ اه عين عليه عجبه كان لا يقولون اكلت لقمه وظلمته لا شفت كيفه من البدايه مبيتنها النيه النيه مبيتنها هذا مصايل لنا في عرس ما صدتني ولا في عرس صدتك في عرس انا اصلا ساعات اصير ورا الكاميرا صدته في عرس وحني بيطلع الحره احد لا يهرب قول له سؤالك لو ما في سؤال يا سؤال السماء محمود والارض جاودي يا ضوق انت ما بتضوق لا بتضوق ما بتضوق تضوق لانه بس اكل وان الشكا قايلك ما شكر زياده اول شيء ما صاخ ثاني شيء طالع واجد امراه هذا البلاليط اعواده حق وين صايره كذي طبخه غير اقيمك على طبخه غير هذه غير نفس علوي الدهنه هذه لو اخذ دي اعصرها تطلع قد الدهن
هذه ما في مقادير اللي احط هذا. انت مقدار الحين الطبابيخ المفروض تحط لي جلاس حق لا انت اطلب الطبابيخ ما عندهم عندهم الكيف هو المقياس يعني هالقد حق كذي فاهم هنا احطه في ايدي ايش هالحاله قاعد يصيد علينا انا اللي اقيم واتصيد انزين انا اشوف تقييمي يقول اخير محاوله يمكن تطلع واحده غلط واقف اعطيك زعفرانتين لا لا انا ادسك على الشكر 4 نقاط عندنا صفر لا لان الشكر اهم شيء بالبلاليط البلاليط الماسخ ما ياكلونه حق الا فيهم سكري ها اقيمه حق واحد بيضغط في سكري انا ما في سكري بنجيب لك واحد في سكري تجيب له واحد في سكري زين 4.5 4.5 نعطي السيد يستاهل كمل هالخمسة 4.5 يستاهل السيد 4.5 وان شاء الله واطلبوا في الكومنتات تعال ما قلنا لكم اليوم لايك وشير سبسكرايب السيد يستاهل واعطونا تعليقاتكم وطبعا اللايك شباب متابعين مايك بشراكم الله الله في التعليقات مدحوني عاد لايكات بعد عجبكم عدنا ما عجبكم لايكاتكم كان نواصل في الحلقة ونجيب لكم الضيوف اللي تطلبونها نبي ضيوف من خارج النطاق سيد عدنان جبناه احنا ترى عدنان ما طلبتونه مظلوم لصبي يعني طبخته ما شاء الله مو طبيعي ها نشوفكم في الحلقات الجاية ان شاء الله وفي امان الله الله يغفلك ما اسمي حلو صدق تراص عمار الرحمن الرحيم بهذيته ما ادري وين حطك ايه سي الفحية البوم سيد حسين مواليد 90 صح؟ سيد حسين سيد عدنان اسمه انزين يلا نرجع سيد حسين سيد عدنان تفضل اصبر روح روح نرحب بالسيد وقطع شغل مايكو ريوس انتم عادين انتم ضيف الحين دبتك لا والله زعفران ده غالي هذا بنحطه لا تخاف هلا والله بحطه عليك بتستشير في البدايه اكيد بعد استشير متى عجل اصبر لا هذا بشوف الطوف على الكاميرا قاعدين نتحكى احنا انا في دودي اخوك شيله شيله لا تسمم انت انا ما باكل لانه دودي وزعفران مو زعفران هذا وصار لعبه انت قاعد تلعب انا اسوي البلاليط على فيتشون وش هالصراخ هسه حمو الجاف ما يتحجج بس عدنان مو فل انا فعلا ها مني اوكي اوقف ليك التشوله من هناك انا مني اوقف اشتغل انت ساكت لا ارد صدقني تقييمي لك شديد ما ردك بتحتاج فيها كان اعطيتوني شيء اصعب كان اعطيتونه